كما وعدناكم الحصري في هارموني بس. الريلمي جي تي نيو 5 الجديد اللي نازل بشاحن 240 واط، اقوى شاحن لحد دلوقتي. طبعا هو منزله شاحن 300 واط بس ده لسه ما نزلش السوق. الجهاز ده ريلمي اول مره تعمل جهاز 1 تيرا، فدي حاجه جديده قوي على ريلمي يا جدعان. في حاجه الجهاز ده بصراحه قوي جدا. الجهاز ده نازل بمعالج 8G1 الجديد ونازل بكاميرا 50 ميجا بكسل والاماميه 12. الجهاز ده نازل بشاشه 120، سماعات ستيريو. جهاز بصراحه قوي جدا، يعني جهاز قوي جدا. الجهاز ده نازل سعره حوالي 25000 جنيه. طبعا انا الناس اللي عايزه تليفون قوي ومساحه كبيره وكاميرا كويسه وشاشه اموليد 120، انا برشح لهم الجهاز ده ريلمي جي تي نيو 5. الجهاز ده اصلا يشحن في اقل من نص ساعه، معاه شاحن 240 واط، فده ممكن يخليك تشحن الجهاز كله في ربع ساعه، وبطاريه 5000 ملي امبير، يعني مش صغيره، كويسه جدا. فانا برشح الجهاز ده بصراحه، الجهاز ده يعمل مبيعات قويه جدا.